السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم محمد ورجعنا لكم فيديو جديد. واليوم جبت لكم مقطع مع سبوكي، يعني سبوكي اتحداك لا تعصب، يعني لا تعصبش ولا شيء مش حلو، يعني تسوي كذا كذا اي شيء، حتى اذا عصبت بالداخل عادي. راح يكون عندي 3 محاولات وسبوكي عنده بعد 3 محاولات. طيب هذا ده الفيديو. اوكي لازم. وانتوا يا جماعة معاي في هذا المقطع، لا تنسوا. اوكي اوكي هذا سوري لما ما يشتغل يا جماعة، لما ما تطلع كلمة سوني يعني ما يشتغل الشريط، فأنا ما أنا أتنافس داخليا. يلا 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 كي شكلها راح تدخل وما راح يصير شيء، صح؟ او حطيتي في اللعبة كذا احس. لا والله حطيتي ثاني. لا ايش صار؟ سويت يا جماعة، سويت حلون. سبوك سوى كذا، والله نرفزني، كان عبالي بينزل في النص. نقطة علي، نقطة واحدة مو مشكلة، حدي ثلاثة. انا ما عصبت ف هذا شيء يقهر، لما تعرف لما يطيح عبارة عن شيء وتودك تشوف، لكن يجي باص يقطع عليك الطريق. لا تنرفزت يا عيال، خلاص بقي لي نقطتين، قصدي محاولتين. يلا يلا يبدأ. او طبعا ودك تشوف لما يروح الباص، بس خلص يصير دخان. دي وش تتحمل 99 ولا يرتفع عليك. دي لما تكون متحمس كده بالالعاب الدارية ويلا فجأة. اوكي يا جماعة، الحمد لله فزت التحدي، خسرت في المرة الأولى وفزت في المرة الثانية، ما ينحسب، ولكن أنا عارف إنكم تحبون تشاركون. خليك صريح، من 5 نقاط خلص الفيديو. ف يا بي عيال في اشياء كثير مقاطع على سبوكي، فاتمنى انكم تشتركوا بقناته، فقناته مرة اشياء حلوة. طبعا اتمنى تشتركوا لي بقناته اسمه سبوكي. فيب دي هي محتواها، اغلب سبيدرات في فيديو في بريد تسجيل ثلجية بطيخ جلي، اشياء كثير مهمة قاطعة على سبوكي.
اوكي شباب، مثل ما تشوفونها صارت الفيديو، فاتمنى ما تنسوا لايك وسبسكرايب. كان معكم سبسكرايب كان معكم محمد، ويلا مع السلامة.